sur la chaîne YouTube, Elvia Academy. Elvia Academy, c'est une chaîne où tu as fait un résumé du cours, tu as fait une correction d'exercice, tu as fait une correction de devoir pour euh, beaucoup de matières maths, sciences, physique, arabe, français, anglais, euh, économie, gestion, technique, informatique. Mais septième année de base, c'est le baccalauréat. T'inquiète de vous abonner à la chaîne Elvia Academy, de mettre la mention j'aime sur les vidéos et de les partager avec vos amis. اليوم مرحبا بكم مرحبا بيكم, مرحب بيكم جماعة سبعة أساسي بناء على رغبتكم الفيديو هذا يصار أه برشا قالوا لي عنا مشكلة في الجذور الجذور هذه مين طلعت لنا في السبعة أساسي احنا نقرأ القوة ويعجلناش نفهم القوة الجذور هي موجودة في درس القوة وهي أه ابريفياسيون معناتها صغرنا كلمة جذر تربيعي أو جذور تربيعية ولينا نقولوا جذور أكهو نستسهلوها الحكاية دونك شنو رايكم نشوفوا القوى والجذور باش نشوفوا امثله باش نعرفوا شنو هي الجذور اذا شنو معناتها كلمه جذر انا ديما نفسرها كيفاش نقول نقول الجذر هو كيل شنو معناتها الجام معناتها يفسخ القوه اثنين قوه اثنين تفسخ الجذر والجذر يفسخ قوه اثنين شنو معناتها معناتها انا كي ناخذ اثنين قوه اثنين تساوي أربعة هذا يعني انو الجذر أربعة يساوي اثنين هو الجذر اللي تو سمبول نتاعو الرمز نتاعو كيما هكا كخيمه داكوردو كيما الفي تكوردو ثلاثة قوى اثنين تساوي تسعة يعني جذر تسعة يساوي ثلاثة أربعة قوى اثنين تساوي ستة عشر يعني جذر ستة عشر تساوي أربعة خمسة قوى اثنين تساوي خمسة وعشرون يعني جذر خمسة وعشرون يساوي خمسة ستة قوى اثنين تساوي ستة وثلاثون يعني جذر ستة وثلاثون يساوي ستة سبعه قوى اثنان تساوي تسعه واربعون يعني جذر تسعه واربعون يساوي سبعه وعندي ملاحظه مهمه برشا 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 صفر قوى اثنان يساوي صفر معناتها جذر صفر هو صفر بينا ما مفماش صفر قوى صفر فما صفر قوى اثنان واحد قوى اثنان يساوي واحد يعني جذر واحد يساوي واحد كم بقيت الاعداد ثمانيه قوى اثنان تساوي اربعه وستون يعني جذر أربعة وستون يساوي ثمانية فهمتوا الفازة توا كل عدد نجم نلقى المربع نتاعو يعطيني جذر أوتوماتيكما تسعة قوة اثنين تساوي واحد وثمانون يعني جذر واحد وثمانون يساوي تسعة عشرة قوة اثنين يساوي مئة ريت كيني كيني الجذر قلتلكم لكم كلمة محات تك 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 تفسخ اثنين تولي جذر مئة هي هي عشرة مئة أحد عشر قوى اثنين تساوي مئة وواحد وعشرون يعني جذر مئة وواحد وعشرون يساوي أحد عشر واثنى عشر قوى اثنين تساوي مئة وأربعة وأربعون يعني جذر مئة وأربعة وأربعون تساوي اثنا عشر بتبيع على قد ما نعمل المربعات باش نلقى الجذور يعني ما عندي عدد لا متناهي به توا كان نفهمو شنو هو الجذر ومنين تخلقو كيفاش جاء الجذر بدينا بجذر اثنان شنو هو جذر اثنان كي مربع طول الضلع متاعو واحد سنتيمتر القطر متاعو طول القطر متاعو هو جذر اثنان هذا منين تخلقت الجذر اثنان اتفقنا شوفوا تمرين توا احسب بايسر طريقه أ تساوي جذر واحد وثمانون إلا جذر ستة عشر إلا جذر ستة وثلاثون إلا جذر ستة عشر

وباش نخدمو التمرين هذا وحدنا يلا 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 سي بون توا نحينا البوز نرجع توا للاسلاح اذا المطلوب هوني ان نحسب بايسر طريقه لكن كنت تذكروا في اول درس من مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه قلنا كي ناخذ الفرق بين عددين ان اضفنا أو حذفنا نفس العدد لحد فارق فلا تتغير النتيجة هوني شعملنا حتى العدد اللي نضيفوه ولا نحفوه حتى كان جذر ما يهمش نفس العدد مادام كاين ما صار شيء هوني عندي هذا فارق بما انو عندي إلا عندي ناقص جذر 16 ناقص جذر 16 نحيت جذر 16 إلا جذر 16 إلا جذر 16 إذا النتيجة هي ديريكتومون جذر واحد وثمانين إلا جذر ستة وثلاثين، يعني جذر جذر ستاش كاين مش موجود، مش لازم نحسبو دايوغ، دي ديريكت نحيو وكهو إذا أ تساوي جذر واحد وثمانون إلا جذر ستة عشر إلا جذر ستة وثلاثون عفوا، تساوي تسعة إلا ستة، خاطر جذر واحد وثمانين هو تسعة، تسعة قوى اثنين واحد وثمانين، وجذر ستا وثلاثين هو ستة، خاطر ستة قوى اثنين هي ستة وثلاثين. تسعة إلا ستة تساوي ثلاثة، هذه هي نمشيو للثانية بي تساوي جذر اثنين وأربعين مع ثلاثة في خمسة قوة اثنين قوة صفر شنية هذه واحد يقول قايل خلينا نعرف نحسبها جذر اثنين وأربعين ما نعرفش كيفاش من الحكاية هذه إبان الحكاية هذه أي عدد أيا كان العدد جذر صفر يساوي واحد باستثناء صفر قوة صفر اللي هي ما هيش موجودة إذا أي عدد قوة صفر يساوي واحد باستثناء صفر قوة صفر إذا أنا عندي جذر اثنين مع ثلاثة في خمسة قوة اثنين، حتى كان يحط لي مليار، قوة صفر تساوي واحد، مع جذر خمسة وعشرين إلا خمسة قوة اثنين، جذر خمسة هي خمسة، خمسة إلا خمسة قوة اثنين، خمسة إلا خمسة هي صفر، وصفر قوة اثنين هو صفر، إذا تقعد لي واحد مع صفر اللي هي واحد، شفت بيك كيفاش تتحسب في حين أنها من الأول عليكم تظهر لكم ياسر صعيبة، نمشيو للسي. س تساوي جذر مئة وأربعة وأربعون قوة اثنين إلا جذر مئة وواحد وعشرون قوة اثنين تتفكروا كي قلتلكم الجذر والاثنين هما محاط بعضهم يفسخوا بعضهما إذا هوني عندي جذر وعندي قوة اثنين العدد باش يكون مية واربعة واربعين هوني عندي جذر وعندي قوة اثنين باش يكون مية وواحد وعشرين العدد تقعد لي مية واربعة واربعين إلا مية وواحد وعشرين اللي هي تساوي ثلاثة وعشرون اتفقنا؟ قيتوها سي سور نمشيو عندي جذر ميه واحد وعشرين إلا جذر واحد وثمانين مع جذر خمسة وعشرين إلا ثلاثة مش نحسبهم عدد الجذور هوني لا عندي لا أيسر طريقة ولا شيء يلزمني نحسبهم بعد نشوف كان فما أيسر طريقة جذر ميه واحد وعشرين هو حداش خاطر حداش قوة اثنين تساوي ميه واحد وعشرين جذر واحد وثمانين هو تسعة على خاطر <تسعة>, تسعة قوة اثنين هي واحد وثمانين. جذر خمسة وعشرين هو خمسة على خاطر خمسة قوة اثنين هي خمسة و وثلاثة تقوى ثلاثة إذا هوني في الحسبة نشوفها عندي حداش إلا تسعة تعطيني اثنين خمسة إلا ثلاثة تعطيني اثنين اثنين مع اثنين تعطيني أربعة إذا دي تساوي أربعة شو تمرين عدد اثنين؟ ضع في شكل قوة الأعداد التالية، إذا الأعداد هما اثنين قوة ثلاثة قوة خمسة، في خمسة قوة خمسة قوة ثلاثة، العدد الثاني هو ثمانية في خمسة وعشرون في سبعة وعشرون في خمسة، العدد الثالث هو اثنين قوة اثنين مع اثنين قوة اثنين، العدد الرابع هو ثلاثة قوة تسعة مع ثلاثة قوة تسعة مع ثلاثة قوة تسعة، والعدد الأخير هو عشرة قوة أربعة في خمسة وسبعون مع عشرة قوة أربعة في خمسة وعشرون، نبدأ بالعدد الأول. بيان سور حطينا بوز ومشينا خدمنا استنيتكم شويه يلا نشوف الاصلاح تو شوفوا العدد اللولاني العدد الاولاني عندي قوه القوه اذا اثنين قوه ثلاثة قوه خمسة وني كتبت عندي قوه القوه نضربهم في بعضهم ثلاثة في خمسة اذا تساوي اثنين في ثلاثة قوه ثلاثة في خمسة اللي هي اثنين قوه 15 في خمسة قوه خمسة في ثلاثة اللي هي 15 خمسة قوه 15 إذا اثنين قوى خمستاش في خمسة قوى خمستاش، لاحظوا لي اللي الأعداد مبدلين لكن الدليل هو بيتو إش نعمل؟ نضرب الأعداد في بعضهم ونخلي نفس الدليل، اثنين في الخمسة هي عشرة، والدليل هو خمسة عشر، إذا العدد الأول، العدد الثاني هو ثمانية في خمسة في سبعة في خمسة، ثمانية هي اثنين في اثنين في اثنين، يعني اثنين قوى ثلاثة، ونحفظه هذه الخمسة هي خمسة في خمسة، يعني خمسة قوة اثنين والسبعة وعشرين هي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة خاطر إذا ثلاثة قوة ثلاثة في خمسة باش نجيب الزوز عدد اكتشفنا اللي عندهم نفس الدليل اللي هو ثلاثة وثلاثة مش نحطهم بحدا بعض تساوي اثنين قوة ثلاثة في ثلاثة قوة ثلاثة ونحط الاخرين بحدا بعضهم خمسة قوة اثنين في خمسة ويا ونيش لقيت لقيت عندي نفس العدد لكن الدليل هو يتغير هذي ما عندوش دليل يعني دليل واحد خمسة قوة واحد عندي اثنين قوة ثلاثة في ثلاثة قوة ثلاثة في خمسة قوة اثنين مع واحد اللي هي خمسة قوة ثلاثة ولو عندي ثلاثة عداد مختلفين لكن الدليل هو بيدو نضربهم في بعض اثنين في ثلاثة في خمسة قوة ثلاثة اللي هي اثنين في الخمسة عشرة عشرة في ثلاثة ثلاثين تعطيني ثلاثين قوة ثلاثة اوكي اللي من بعد عندي اثنين قوة اثنين في اثنين قوى اثنين مع اثنين اثنين عفوا كيفاش هذيا بالجمع ما عنديش انا قواعد بالجمع هوني يزمني نخمم كيفاش نخرج من هالمأزق بما انه ما فماش قواعد في الجمع ما نجمش نجمع العداد ولا نجمع الدليل راو لكن كي نغزر مليح عندي اثنين قوة اثنين مع اثنين قوة اثنين انا كان جا عندي وردة وردة مش يولي وردتين زوز وردات نفس الشيء بالنسبة للأعداد عودت اثنين قوة اثنين مرتين <مترجم> إذا اثنين قوة اثنين مع اثنين قوة اثنين كما إكس مع إكس هي اثنين إكس اثنين قوة اثنين مع اثنين قوة اثنين هي اثنين في اثنين قوة اثنين اللي هي رجعنا كما قبيلة معندهاش دليل معناتها راهي اثنين قوة واحد اثنين قوة واحد في اثنين قوة اثنين تساوي اثنين قوة ثلاثة شوفوها بالثلاثة ترى في الثلاثة عندي عندي ثلاثة قوة تسعة مع ثلاثة قوة تسعة مع ثلاثة قوة تسعة يعني عودت ثلاثة قوة تسعة ثلاثة مرات واحدة اثنين ثلاثة إذا تساوي ثلاثة في ثلاثة قوة تسعة اللي هي ثلاثة قوة عشر خاطر نعمل ثلاثة قوة واحد مع تسعة أوكي نمشيو للأخرة أون كارد لو دونك عشرة قوة أربعة في خمسة وسبعين مع عشرة قوة أربعة في خمسة وعشرين تلاحظو هنيا اللي عندي عامل مشترك فما عدد يتعاودو بيدو إذا مش نستعمل أ في ب مع أ في سي تساوي أ في ب مع سي العدد اللي يتعاود هو عشرة قوى أربعة شوش نعم زينو حتى بالفليو بقلم رصاص باللي تحبو هو والفي عشرة قوة أربعة في عشرة قوة أربعة في وكتبه هايك بعد شق عد 75 خمسة وسبعين مع خمسة وعشرين يعني كتبت خمسة وسبعين مع خمسة هي شنية هي مية هكا والمية مش عشرة قوة اثنين إذا شوالية الكتابة متاعي تساوي عشرة قوة أربعة في مئة تساوي عشرة قوة أربعة في عشرة قوة اثنين اللي هي عشرة قوى أربعة مع اثنين تساوي عشرة قوى ستة أوكي السؤال الأخير اللي زاد سألوني وقالوا لي روح فيه هو النظام العشري كيفش نكتب عدد وفق النظام العشري شنو معناتها نكتب العدد وفق النظام العشري معناتها نقوم بتفكيكه إلى عشرات ألاف وألاف ومئات وعشرات وأحد أوكي بيه أنا مية ألف هذا العدد متاعي، نجم نكتب مية ألف مع سبعين ألف مع ستة آلاف مع أربعمية مع ثلاثين مع اثنين، تفكرتوها في الإبتدائية عملتها الفازة ذي باهي مية ألف. هي قداش عندي من صفر في المية ألف عندي خمسة أصفاء يعني هي عشرة قوة خمسة وسبعين ألف هي سبعة في عشرة يعني سبعة في عشرة قوة أربعة وستة آلاف هي ستة في ألف يعني ستة في عشرة قوة ثلاثة خطر ثلاثة و هي أربعة في مية يعني أربعة في عشرة قوة اثنين 30 هي ثلاثة في عشرة واثنين هي اثنين في عشرة قوة صفر يعني وليت عندي الكتابة وفق النظام العشري التالية باش نوريكم كيفاش تعملوها سامبل، مية هي واحد في عشرة قوة خمسة، مع سبعة في عشرة قوة أربعة، مع ستة في عشرة قوة ثلاثة، مع أربعة في عشرة قوة اثنين، مع ثلاثة في عشرة قوة واحد، مع اثنين في عشرة قوة صفر، هكا ولات؟ باهي، مدام كيفاش نعمل أنا؟ هاني نوح الفاهي هاذيا كيفاش نعملها؟ إذن طيب كيفاش؟ نجي نكتب العدد كيما هكا، شو انا عملت كتبت العدد كيما هكا وجيت بديت برقم الاحاد هذايا نعطيه عشرة قوة صفر وبعد بعد نبدا نزيد في دليل قوة بالواحد قوة صفر قوة واحد قوة اثنين قوة ثلاثة قوة اربعة قوة خمسة بديت من الصفر حتى الاخر عدد عندي حتى الاخر رقم عندي ايا كان العدد اللي يعطيوني نبدا بالعشرة قوة صفر حتى العشرة القوة دليل القوة اللي عندي في عدد الارقام يعني مثلا كان جا عندي سبعة ارقام راني نكمل عشرة قوة ستة كان جا عندي ثمانية ارقام راني نكمل عشرة قوة سبعة لكوردو إن فوا تاو نرجع من اليسار كما هكا كتبتهم ريتون بالموف نرجع من اليسار واحد في عشرة قوى خمسة مع سبعة في عشرة قوى أربعة مع ستة في عشرة قوى ثلاثة مع أربعة في عشرة قوى مع ثلاثة في عشرة قوى واحد مع اثنين في عشرة قوى صفر وهكا نكون تحصلت على كل الأعداد